المحكمة الاتحادية وقانونها إلى الواجهة من جديد، خصوصا وأن الحديث يجري باتجاه تعديل المادة 30 لقانون المحكمة لسنة 2005 الذي يرى خبراء القانون أنه بحاجة إلى 83 صوتا داخل المجلس النيابي بخلاف تشريع قانون جديد. قانون المحكمة الاتحادية مهم جدا، كون أنه المحكمة الاتحادية وظيفتها هي النظر في دستورية القوانين، فبالتالي هذه الوظيفة المهمة معطلة اليوم، المشهد معقد حتى الآن، يعني ممكن مجلس القضاء يرشح أعضاء هذه المحكمة ويصوت يمرر في البرلمان ب 83 نائب. أما بخصوص تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية فإنه بحاجة إلى تصويت ثلثي البرلمان لتمريره، وهو ما رأاه معنيون شبه مستحيل بسبب عدم الوصول إلى هذا النصاب، كما أن نص مشروع القانون يضم خبراء في الفقه الإسلامي يرشحون من قبل الوقفين ويحق لهم التصويت. تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديدة حسب ما يطلب الدستور أمر صعب، بل يصل إلى حد الاستحالة لاحتياجه للثلثين واختلاف الكتل السياسية على الفقهاء الإسلاميين وطريقة تصويتهم وقرارات الصوت. لذلك مجلس النواب يمكن له أن يعدل ويحل يشرع مادة محل هذه المادة التي ألغيت لعدم الدستورية بكيفية ترشيح قضاة لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية، قضاة ثلاثة أصليين وقضاة احتياط ثلاثة. وحسما لجدلية المحكمة الاتحادية وإتمام نصابها، فإن خبراء القانون يرون أن التعديل أفضل الحلول وأنسبها، كونه يمرر بالأغلبية البسيطة داخل المجلس النيابي ويوفر قضاة احتياطا تحسبا لأي احتمالات أو مستجدات. من بغداد سجا جاسم، العراقية الإخبارية.